يلا مشينا. اقوى نقد سمعتي؟ اقوى نقد ما تاخذش راحتك. اقوى نقد سمع جو شي نقد عليا انا خديتي راحتك. خديت راحتي بزاف طولت لا ما قدرتش نتفكر شي حاجه. فيسبوك شي واحد سمع في مسار مسارك الفني صراحه ما دي حتى ديك حامض اللي كتقالوا داكشي كيقولوا الناس عاد بالضحك بخفوا كتطلع كيقول لك والحامض غير باش تجاوبوا. صفه كتكرهها في راسك؟ صفه كنكرهها بزربه في راسي. كاين واحد النوع اللي كتصولوا على صفه كتكرهها بس كيقول لك الصدق طيبه كيشكر راسه بطريقه غير مباشره السخي الحنان ولا سخي وداكشي. صفه كنكرهها في راسي صراحه صفه كنكرهها عاتي بقيتي كتدق على السفليت كنتعصب دغيا العصبيه. كلمه كتمنى تلغيها من قاموس المغاربه؟ كلمة كتمنى تلغيها من القاموس المغاربة؟ الروتين سير الروتين. أهم صفة كتعجبك في المرأة؟ أهم صفة كتعجبك بزاف ديال الصفات غير واحدة الوفاء. الوفاء لو عرضوا عليك تقبض شي وزارة الوفاء غير في الراديو. الوفاء السمية تنقول لك أشنو كيعجبني بصح أنا مشيت في السمية ديالها وفاء. لا ماشي وفاء لا السيد مولاه وليداتك الوفاء الوفاء لو عرضوا عليك تقبض شي وزارة أش من وزارة تختار بزربة؟ أش من وزارة؟ كتدق بزاف وزارة الثقافة كنتق عليهم كدير لي في ديال الحلقة وزارة الثقافة. مقولة قريتها في الفيسبوك عجباتك؟ مقولة قريتها في الفيسبوك عجباتك؟ في الفيسبوك عجبتني. كانوا بزاف وحدة المقولات اوكي لا تسافر فأنت لست شجرة مقيت هذا الشيء لا تسافر فأنت شجرة نعتبروها هي سير زوين سير باسو شحال عجبو باسو بالنسبه للمئويه شحال في 100؟ بالنسبه ل 100% خصني نعرف راسك 100% هذه عجبتني. عمل فني كتحلم تخدمو وتقدمو؟ عمل انا الحلم ديالي فيلم سينمائي فيلم سينما يكون كوميدي. ما عندك السميه ديالو دابا من بعد؟ لا غير قلت لك زعما فيلم سينمائي كوميدي باقي ما عنديش السميه. واحد قالك عندي الاخراج ما عنديش السيناريو. الا عطيتك مليار شنو غادير به؟ مليار شنو غادي ندير به؟ شي سكوينه مبرعه ما كدورش في الخيال فهمتيني. بيان سور داك الشيء ديال تصدق وتحيد وهذا راه هادي شي حاجه من عند باغ ديفو تهلا في الوالدين مزيان مزيان لا تهلا في الوالدين مزيان وبرع راسك صافي. شركه الانتاج بغيت تكون منتج وانت متع بهم اصاحبي. اخر سؤال تجاوبني بصراحه الشخصيه كيعجبك معروفه كيعجبك جمالها؟ شخصيه كيعجبني جمالها معروفة واش غنقول لك هاني قسومي المخرج قال شي كلمة هي هذيك الله يهديكم وصافي. لا ما عندي ماشي بالضرورة مرأة ولا شي حاجة كيعجبك البروفيل ديال البروفيل ماشي بالضرورة الجمال ماشي شخصية أنا نقول لك شخصية كتعجبني شخصية وكيعجبني ككوميديان كشخص هو ديفيد شابيل. داكا صافي برافو عليك خديتي وقتك وخديتي راحتك خديت راحتي بزاف